كتقولي لي دايره الفلتر، فين هو اختي الفلتر؟ ها هذا هو الماسك اللي غيبيضك من اول استعمال. الا عندك زروقيه في جناب الفم كحلاتك الشمس هاد الايام، المكونات ديالو اختي ساهلين، كتحتاجي غير هاد الصابونه النيل الزرقاء الاصليه اللي فايت لي شركتها معاكم، غنيه عن التعريف، تكرم ليك الحبوب وتحيد لك الطبايع ديالو. شريها من بارافارماسي وجيبها وقطعي منها واحد الطريف بحال هذا، ولا ما لقيتيهاش عندهم غتلقيني مخليها لك لتحت فين تاخديها. صافي جيبي اختي داك الجزء اللي قطعناه من الصابونه وحكيه في الحكاكه الرقيقه، وغتحتاجي المعلقه ونص ديال النيدو اللي تقدري تعوضيها بالنشا. والمكون الثالث هو الماء ديال البطاطا اللي خصو يكون سخون مزيان باش يذوب لك اختي داك الصابون. وكنت شوفي هاد الماء ديال البطاطا شحال عنده ديال الفوائد للبشره. ايه اختي كيجبد البشره مزيان وباي باي التجاعيد. المهم اختي المكونات اللي فهاد الماسك كل واحد عنده الدور ديالو، بحال الصابونه ديال النيله هذيك ملي تبداي تغسلي بها وجهك هناك الله من حب الشباب، الله يجعلو يكون هذاك الحبوب المقيح الكبير غيتعالج. ايوا ونيدو اختي عنده واحد الدور في التبييض ويعطيك واحد اللمعه زوينه للوجه. غير جربي صديقتي هاد الوصفه، انا على يقين غترحمي لي الوالدين عليها، وبارطاجي الفيديو مع ناس اخرين باش هما يستافدوا. ودابا كيف كتشوفي غنخليها في وجهي تتكرم مزيان وغنغسلها ونرجع معاكم. عرفتي راه من اول استعمال غير كتبداي تفركيها من وجهك كتلاحظي الفرق. شوفي اختي اللمعه، شوفي البياض، راه لا فيلتر لا والو. انا غسلتها قدامكم وكنبين لكم اللي ما دايرش الفيلتر. انا راه تصدمت اختي، انا راه تشوكيت، انا راه ما فهمت والو، مخلطه ليا الفرحه مع الصدمه. وضروري ملي تغسليها رطبي وجهك بشي كريم ايدغاطون. الا بغيتوا هذا اللي كنستعمل راه كاين في بارافارماسي، ديروا له السكرين وسيروا سولوا عليه، ولا راني غنخلي لكم منين تاخذوه هو الصابونه ديال النيله الزرقاء تحت هذا الفيديو.